بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت 17 سنة للخماسي الحديث سيطرت على منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية. بطولة كانت قوية جدا، شهدت منافسات شرسة بين عدد كبير من اللعيبة من مختلف دول العالم وعلى رأسهم طبعا مصر. في البطولة تم تتويج أبطالنا من مصر عليا محمود بالميدالية الذهبية برصيد 1369 نقطة، وفي نهائيات الشباب تحت 17 سنة تم تتويج علي إيهاب بالميدالية الذهب برضو برصيد 1459 نقطة. نجاح مشرف وبطولة قوية عالمية مصر فيها تربعت على القمة كالعادة. خلينا كده نشوف في صباح الخير النهاردة نحتفل إزاي بأبطالنا عليا وعلي اللي منورنا في الاستوديو. صباح الخير عليك يا علي. صباح الفل عليك يا علي. أهلا أهلا. إيه يا علي نسيتي إيه وإنت جاية قبل ما نبتدي نتكلم على طول كده؟ نسيت الكاسين بتوعها. أيوة وجدنا الكاسين بتوعي فبتقول لك بقى دلوقتي انت كاس وانا كاس. ايوه هنقسم فيهم. الاول مبروك عليك. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. مين هيبتدي الاول؟ قولي لي يا علي. أيوة. احكي لي شويه عن البطوله. انا اول مره العب بطوله بره. كانت اكسبيرينس جديده يعني. بس يعني قابلت ناس جديده. لا ونحكي ونقول البطوله وسافرنا واستعدينا جديده وكنت مسافره مع مامتي والكابتن بتاعي وعلي بس، وكانت يعني اكسبيرينس جديده وانبسطت وكانت اكتر من بطوله يعني. عظيم جدا. انتوا بتلعبوا بالكوا قد ايه؟ انا بلعب وانا من عندي 9 سنين، كنت اخدتها يعني تدريجي، كنت اصلا كنت سباح الاول. بعدين ليتر اون يعني كان نفسي اتمرن جري وكده، فكان في زي اكاديميه في النادي اللي هو بيقولوا ممكن في حاجه اسمها جري وثنائي وخماسي وكده، فقلت ماشي اوكي اجرب واشوف حظي في اللعبه دي. تمام. جربت واخدت في اول بطوله رائد تامن، بعديها دخلت رابع، بعديها دخلت اول، بعدين ابتديت بقى كل ده محلي. كل ده محلي. بعدين مثلا قعدت كتير قوي ما كنتش بكسب اصلا يعني. بعدين بقى جه ات سام بوينت لو لا لازم يا اما سباحه يا اما خماسي، فقلت خلاص اكمل خماسي طريقها احسن ليا يعني. بس وليت وبعديها قعدت سنة برضو ما بكسبش، وبعدين السنة اللي بعديها اتأهلت لبطولة العالم، كانت باسل وتراسل، وبعدين بطولة تانية كانت ليزر ران في نفس السنة، والحمد لله علقت أول، وبعدين انضميت للمنتخب وليتر اون ابتديت بقى أخش في منتخب أندر 17. ما بتزهقش ما شاء الله، كل شوية عمال تقول إيه ما كنتش بكسب، ومع كده ما زهقتش وما قلتش لا خلاص انا مش هكمل. الحمد لله يعني كنت اللي هو ديترمند قوي ان انا اعمل حاجه حلوه يعني واثبت حاجه لنفسي. برافو عليك. وانت علي بداتي امتى؟ انا بدات وانا عندي 7 سنين في 2015. تمام. مشوارك كان عامل ازاي بقى؟ احكي لنا كده. انا قعدت اول 4 أو 5 سنين عمري ما كنت بكسب خالص ولا كنت قريبه، بس انا كان عندي فاشن ان انا يعني كنت مقتنعه دايما ان انا لما اكبر شويه هبقى احسن من كده. فمثلا اول ميداليه جبتها في اخر 2019 دي كانت اول مره جبت ميداليه، كانت ميداليه فرق ما كانتش فردي. وبعديها من جبت برضو اول ميداليه فردي ليا في اخر 2019، ومن ساعتها وانا يعني بجيب ميداليات. جبت اول سنه اللي فاتت في بطوله الجمهوريه في مصر، وفي بطوله كانت الشهر اللي فات جبت تاني في مصر، وبطوله جبتها. طب ما تحكوا لنا كده التفاصيل. يعني انا عارفه ان الخماسي في تعديل هيحصل في الاولمبياد اللي جاي ولا اللي بعده؟ لا اللي بعده صح. هو كان لوس انجلوس. هو كان في خمس رياضات. ايه وهيحصل تعديل؟ ايه الفروسيه هيجرى لها؟ ايه هو كان جري وسباحه ورمايه وسلاح وفروسيه، وبعديها حصل مشكله اخر اولمبياد في طوكيو فهيشيلوا الفروسيه يحطوا بدلها اوبستكلز. احنا اوريدي عشان احنا تحت 17 سنه بدانا الاوبستكلز دي السنه اللي فاتت، يعني بطوله العالم اللي فاتت لعب فيها اوبستكل. بس هم والاولمبياد دي بتاعت 2024 هيلعبوا فيها فروسيه، بس من اول اولمبياد الشباب 2026 هيلعبوا فيها بالاوبستكل. وهم اوريدي في بطولات العالم اللي فاتت الجونيور وال17 وال19 لعبوها اوبستكل. طيب علي نظام النقط ده عايزين نفهمه، 1459 نقطه متقسمين ازاي؟ هو البوينتس بتبقى على حسب كل لعبه، بتبقى مثلا الـ السلاح والاوبستكل بيبقوا اكتر حاجتين عليهم بوينتس. يعني مثلا اي ثينك من رينج بيبقى عليهم 300 بوينت، دي اكتر حاجه ممكن حد يجيبها. كل واحده لوحدها 300.
وبعديها بتبقى عاليه برضو وراهم على طول بتبقى الليزر ران. دي بتبقى اعلى تاني اعلى حاجه وبتبقى اقل بوينتس تبقى السباحه. بس فبتبقى على حسب اول واحد والتاني والتالت they verify the points على كل واحد. هو بيبقى في رقم معين اللي بيوصله بياخد ال 300 بوينت كاملين. يعني مثلا في الاوبستكلز 40 ثانيه، ال 40 ثانيه ده ياخد 300 بوينت. لو عمل اقل من 40 ثانيه مثلا 39 ثانيه الثانيه ب 2 بوينت، فمثلا هيبقى كده 302. ولو اكتر بيفضل يقل لحد ما ممكن لو مثلا حد خد اليمينيشن في الاوبستكل بيبقى 0 بوينت. في السلاح يعني عمر ما تقريبا ما حصلتش قبل كده ان حد جاب 300 بوينت، لان هو في لمسات بنكسبها ولمسات بنخسرها. فطبعا ما فيش حد مستحيل حد بيكسب ال 36 لمسه كلهم. في ناس مثلا لو خسرت مثلا لمستين ممكن حد يلعب 290، ده بيبقى جامد جدا. الافريج مثلا بيبقى 260 270. قد ما الموضوع بيبقى متعب انك بتلعب خمس رياضات في نفس الوقت، قد ما بتبقى عندك فرصه انك تعوض. بالظبط. يعني مثلا لو ينفع تكمل من هنا، لو مثلا حد مثلا وقع في حاجه علّى مثلا في رقمه في السباحه او كده، الليزر ران ده بيديه فرصه ان هو يعوض، ان هم خمس ستميات للكبار واربعه لتحت 17، فهو بيبقى انت عندك فرصه في كل لعبه انك تعوض اللي قبليها. طيب علي، المنافسات كانت عامله ازاي؟ يعني مثلا هنقول اللي تحتك على طول انت جايب 1459 نقطه، اللي تحتك جايب كام؟ سمعك ماشي كام تاني؟ انت رقمك انت؟ انا رقمي؟ آه. لا عادي، يعني انا ما حاولت ان انا ما اقسمش مجهودي خالص، يعني حبيت ان انا ادي لكل حاجه حقها. ويعني في الليزر ران، يعني قبل ما اطلع الليزر ران انا كنت طالع رابع، فقلت العب السباق ده بذكاء شويه، ان انا قعدت ايه خلتني وراهم كده شويه لحد ما حسيت ان ده الوقت اللي المفروض ان انا اطلع فيه وخلاص السباق بيخلص. وطلعت، يعني ابتديت بقى افنش. طيب انا عايز اعرف بقى، انت بتقول ان انت كنت بتلعب سباحه وكنت بتلعب خماسي وبعدين قررت انك تخلي السباحه على جنب علشان تكمل خماسي، ما الخماسي جواه السباحه، ولا انت لها الاستعداد ليها طريق مختلف؟ لا بالعكس، ده الطريق الاستعداد لده وده بيفرق 180 درجه. يعني انت هنا انت مركز على لعبه واحده، وبتبقى شغل التمارين بيبقى مختلف تماما. لكن انت هنا انت في الخماسي انت عندك اربع لعبات تانيين، فانت لازم كل مدرب يظبط احماله مع الهيد كوتش بتاعنا. فالهيد كوتش بيقول لكل مدرب ان المفروض مثلا امتى انت كل مدرب امتى هيدوس علينا، وامتى ده هيريح علينا، وامتى هم كلهم يضغطوا مره واحده، عشان مثلا لازم نوصل لبرفورمانس معين عشان البطوله قربت. فلا ده الشغل في السباحه مختلف تماما عن الخماسي. طيب انتوا الاثنين في الثانويه الاولى، مظبوط، انت وانت في ثانيه ثانوي، مظبوط. طيب اعتقد ان هي مرحله مهمه جدا في التعليم، ازاي بقى بنقدر نعمل توازن ما بين المذاكره وما بين التدريبات؟ هو الحمد لله مدرستنا يعني they cooperate with us على قدر الامكان، بيبقوا بيحاولوا يساعدونا. وبرده مهندس شريف العريان، يعني ميرسي، عامل اداء مميز معانا وواقف جنبنا طول الوقت صراحه، ما بيتاخرش علينا خالص. ده الفضل يرجع لي اولا يعني. بس فاحنا بنظبطها ونحاول ان احنا نظبط المواعيد بتاعنا، نحط الجدول بتاعنا امتى نذاكر وامتى نعمل الحاجه المهمه الوقت الحالي. يعني برضه المدرسه بتسابورت قوي الرياضه، بتسابورت ان في حد عنده هدف ممكن تساعده، كمان تساعده في مواعيد الامتحانات، في الهوم ووركس، في الدرجات، لانهم بيبقوا شايفين ان الرياضه دي حاجه مهمه جدا. محدش هيساعدك في المذاكره؟ لا يعني انا هذاكر بس تلاقيني مثلا ممكن يغيروا ميعاد امتحان، امشي بدري يوم لو عندي تمرين. في مرونه شويه في التعامل معاكم يعني. طيب في سن الشباب بتاع حضراتكم، الناس بتبقى حابه قوي انها تبقى قاعده تضيع وقتها وتنبسط في انها قاعده على السوشيال ميديا، وانها بتخرج وانها بتروح وبتيجي. التمرين بياخد وقت طويل قوي. ايه بتبصوا لي ليه؟ بياخد وقت طويل ولا ايه؟ بياخد وقت طويل. طيب انتوا بتوازنوا ازاي؟ بتخرجوا وبتشوفوا اصحابكم وبتروحوا مدرسه وبتعملوا كل الحاجات دي ازاي؟ وانا يعني بنلعب خمس رياضات. هو فعلا التمرين بياخد وقت كبير جدا، يعني ساعات كتير جدا مش بيبقى عندي وقت، وحتى ساعات بيبقى عندي وقت ببقى اللي هو مش قادره انزل اخرج دلوقتي، ببقى مثلا محتاجه انام اكتر او اكل او كده. بس يعني عادي. كلهم ورا بعض في التدريب؟ ساعات يعني مثلا ممكن خمسه نتمرن مثلا الصبح. احنا السباحه بتاعتنا بتبقى الفجر،
بنقوم الساعة 5:30، وبعديها مثلا الساعة 7:30 نتمرن ليزر رن، ومثلا بعديها على طول اوبستكل ونريح مثلا ونلعب سلاح بالليل. مش شرط الخمسة يبقوا ورا بعض قوي، يعني ممكن مثلا ايام المدرسة بيبقى السباحة قبل المدرسة، وبعد المدرسة بيبقى باقي الحاجات. ما هو زي ما المدرسة بتتفاهم اكيد النادي هو كمان بيتفاهم برضه، انتوا عندكم ظروف مدرسة وبتاع فبيبتدي يقسم اليوم. بالظبط. طيب فكرة ان احنا يبقى عندنا هذا الكم من الرياضات في اليوم، ده مش بيعمل لك ارهاق بدني، ولا ده بتظبطوه بقى مع مدرب الاحمال ومع الهيد كوتش اللي بيحدد هتتقسم عليكم التمرين ازاي؟ بتاكلوا ايه طيب عشان تعرفوا تتمرنوا؟ احنا اللي بيبقى الهدف ان احنا يعني ما يد ان بنبقى الريسك ان احنا نتصاب ده بيبقى عالي جدا، ان احنا بيبقى ضغط 5 لعبات. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نعمل ستريتشز قبل وبعد التمرين عشان المرونه، وكمان عشان المرونه في اللعبه دي بيبقى مهمه جدا، وبنحاول نحافظ على جسمنا ان احنا ناكل اكتر حاجات هيلثي ومظبوطه، يعني ما بنحاولش ان احنا ناكل جونك فود او فاست فود عشان بيأثر علينا جامد يعني، ونحاول نخلي كل حاجه ات هوم وبس. وكمان الريكفري بيبقى بناخده كمان من الاكل ومن النوم، يعني مثلا لازم ننام، ما ينفعش مثلا نسهر، لازم ننام عدد ساعات معينه عشان نقدر ان احنا نصحى ونعمل كل ده ونأدي اداء كويس كل يوم. والاكل برده مهم جدا، يعني احنا لازم ناخد الريكفري بتاعنا من الاكل وكل حاجه عشان نقدر ان احنا نأدي صح. احنا فاضل لنا دقيقه واحده على موجز الانباء، كل واحد فيكم هيقول لنا حاجه هو فرحان بايه ومستني يعمل ايه الفتره اللي جايه. انا فرحان ان انا هنا موجود معاكم، دي حق ليا الشرف الصراحه ان انا ابقى موجود معاكم والله، يعني انت كمان. وان احنا ان شاء الله نتاهل لليوث اولمبيكس 2026، ده المين جول يعني، ان شاء الله نكمل على المستوى ده ونبقى احسن ان شاء الله. قولي علي، قولي براحتك علشان بيقولوا لي انت قلت لهم في دقيقه واحده هتخليهم يتكلموا بسرعه. قولي علي براحتك. انا وهنرجع لك يا علي لو عايز تقول حاجه ثانيه. انا مبسوطه ان انا وصلت له، ولسه عندي تارجت كتير قوي، وبرده المين تارجت بتاعي ان انا ان شاء الله اتاهل لليوث اولمبيكس في 2026. تمام. دي اكيد هيكون لها استعدادات خاصه بقى. احنا بنجهز لها من دلوقتي او من قبل كده كمان عشان التارجت كبير قوي. كابتن محمد قال نقطه مهمه جدا ما اتكلمناش معاكم فيها، وهي دعم اهاليكم، يعني ان يكون الاهالي متفاهمين كويس قوي ان هم عندهم ابطال بينافسوا في بطولات عالميه فيبتدوا يدعموهم. بيتعبوا معانا جدا يعني. طبعا يكفي تمرين السباحه اللي تنزلوا الساعه 5. بتصحي بتصحى معايا من الفجر، وبعديها توديني المدرسه، وبعديها تاخدني من المدرسه وتقعد معايا في كل تماريني، وتبقى قاعده معايا، مش بس قاعده، هي بتدعمني، وبرده بابايا اكيد بيتعب معايا. اكشلي فعلا هو العيله كلها بتتعب، يعني صراحه ماما اكتر واحده بتتعب في البيت الصراحه، ان هي بتقعد معايا وبتطبخ اخواتي والبابا والناس كلها. طبعا احنا كمان بنتوجه لهم بكل الشكر لان هم ساهموا في صناعه الابطال، وبنشكركم وبنتمنى لكم طبعا كل التوفيق في اللي جاي. عليا محمود الحائزه على الميداليه الذهبيه ببطوله بولندا الدوليه تحت 17 سنه في الخماسي الحديث، وعلي ايهاب الحائز على الميداليه الذهبيه في بطوله بولندا الدوليه تحت 17 سنه ايضا في الخماسي الحديث، شكرا لكم.